واحد لواحد حال. لذلك المخلوق لا بد له من خالق. المعلومة الثانية، لا بد لهذه الموجودات من نقطة بداية، وهذه نقطة البداية نحن نسميها الله. حتى الملاحدة، حتى الملاحدة والذين يعني أنكروا وجود الله عز وجل واضطروا للحديث عن ما يسمى بعلوم الميتافيزيقا، هي ما وراء الكون، ما وراء الطبيعة، ما وراء الكون، قالوا أن الكون هذا أوجدته الميتافيزيقا. هذا كلام عبثي. الله عز وجل عنده مشكلة في لفظ الجلالة، لأنه لا يريد أن يكون الله، ولذلك يقول هناك سر وراء الكون أوجده. يا سلام عليك، هذا زي الحلة يعني، يفسر الماء بعد ذهب الماء. ما احنا بنقول لك من أول خليك مؤمن، هم أضربوا الله لأنه ضرورة علمية منطقية عقلية. لابد الموجودات بتوجد، لابد أن تكون هناك نقطة بداية، نقطة البداية نحن نسميها الله. الله تعالى يسمونه، يعني يسمونه هي العلة والتي هي منشأ المخلوقات التي صدرت عنها بعد ذلك. غالب هؤلاء العلماء لهم خلفية غالبا غير إسلامية، بس عندهم موقف يعني من الدين، ولذلك يحاولون أنه يعني يفسرون أي تفسير. وهم مضطرون يا شيخ أن يفسرون في النهاية، أن يصلون إلى الله عز وجل. إما أن تضع الإنسان في حيرة لا جواب، يعني الملحد أمام أحد أمرين، إما أن يسلم بالحقيقة العلمية، وإما أن يبقى دائما في منطقة بدون معالم. يوم لو سألت أي إنسان أنت كيف تبصر بعينك؟ يقول لك عن طريق العصب البصري. طيب العصب البصري كيف يعمل؟ يعمل عن طريق المركز الإبصاري للدماغ. طيب مركز الإبصار كيف يعمل؟ يعمل عن طريق شبكة عصبية موجودة في الدماغ. طيب الشبكة في مركز سنبقى في هذا الأمر سبحان الله حتى تصل إلى النقطة الأولى التي لن يجد لها جوابا إلا من أوجد ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله. أنت في كيفاني أروح؟ فأنا مضطر أن أقدم لك جوابا، والجواب الوحيد المنطقي. أنا لا أتكلم الآن بالإيمان، أتكلم حتى بالعقل المنطقي. أحد والإله أحد، سرد عليه شبهة معينة، يبدأ يبحث عن ما هو عليه من الإيمان واليقين، لماذا أنا مؤمن بهذا؟ وهذه مسألة أريد أن أشكك في أننا ورثنا الإسلام ميراثا، إحنا ما بحثنا ولا قرأنا ولا سوينا، ولذلك تجد الشكوك تزداد، تقتحم أحيانا الإيمانات الضعيفة حتى تتسلح بالعلم والمعرفة، فيصبح الموروث له علم وليس مجرد دراسة وأمور. أنا أتعامل معهم وأصلي مع اللي صلوا وأصوم مع اللي صوموا، على من يعالج إن شاء الله تعالى هذا الشيء؟ لا، لابد أن أكون على وقدر كل إنسان شعره، وقدر كل إنسان ذاته وسيرها. وشاهد من الأخير عندي أكثر، أنت اليوم تحب الإنسان البارع بك، صح ولا لا؟ أنت الآن لضعت الإنسان بارع بك، أنت تجد أنه قد يكون فكيف إذا كان بارعا بجانبه وإيمانه ويقينه بالله عز وجل؟ فإنه ويصبح كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة مش على عمى. أنا ومن اتبعني الفضاءات العامة وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
على الإسلام. يستعرض ويناقش قضايا ومسائل وشبهات فكرية، ويستعرض ما بين العلم والفلسفة